الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم يا رب، رضي الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك سترك وعافيتك وأمنك ورضاك، ونعوذ بك من سخطك وغضبك ونقمتك وعذابك. نسألك ربنا أن تسلم لنا نفوسنا، وأن تحفظ علينا عافية قلوبنا، وأن تؤمننا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا وعيالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص ما حيينا، واجعله سابقا لنا بين يديك. اللهم إنا نسألك أن تميتنا على الإسلام وأن تحيينا على الإسلام. اللهم بلغنا قبورنا سالمين يا رب العالمين. وبعد، جزاكم الله خير دكتور محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يسلبك ما وهبك من الخير، وأن يديم عليك هذه النعمة، وأن يجعلها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وبعد، فنحن نسير في كل يوم، في صبيحة كل يوم، في كلمات من كتاب مختصر من منهاج القاصدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه في آثارنا. اللهم آمين يا رب العالمين. ويعني وددنا لو أن الإخوة الذين يتابعون معنا كل يوم في الفجر أن يكون معهم نسخة من الكتاب، وأن يذاكروا قليلا. بعد ما خلص الكتاب نعمل امتحان صغير، والناس تأخذ شهادة في هذا الكتاب بإذن الله، فيكون جزءا من البرنامج، فيكون هذا الكتاب مخصص في التزكية بإذن الله عز وجل. تحدثنا بالأمس عن بداية الحديث عن كتاب الصيام بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن في استقبال شهر رمضان المبارك، وذكرنا أن إضافة الصيام إلى الله تبارك وتعالى إنما هي خصيصة خص الله تعالى بها هذا العمل دون غيره. وذكرنا أنماط التفاضل بين العبادات، بماذا ميز الله كل عبادة عن الأخرى حتى يكون العبد في سباق دائم مع العبادات، فضلا عن أن يكون في سباق مع نفسه، فضلاً عن أن يكون في سباق مع من حوله. فهو في سباق مع العبادات، يقطف هذه الثمرة أو يأخذ هذه الفاكهة أو ينال هذه اللقمة، بين هذه العبادات يتجول في هذه الحديقة الغناء من العظائم المباركة. وذكرنا أنه عمل سر، أنه سر وعمل باطل، ما ليس لا يعلم حقيقة الصيام إلا الله سبحانه. فمن الناس من يصوم لأنه يريد أن يفقد شيئاً من وزنه، وهذا صيام، غير ذلك الذي يصوم لله تبارك وتعالى خالصاً لوجه الكريم. طبعاً لو اجتمعت النوايا الحسنة فإن فضل الله عز وجل عظيم، وشاهدنا من ذلك ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله. فجمع الله تعالى لهم في الخير هناك في الحج أنهم يشهدون المنافع الدنيوية والمنافع المعنوية والمنافع العقلية والمنافع المادية، ثم بعد ذلك يأتي ذكر الله تبارك وتعالى في ثوابه الزائد على كل هذه المنافع التي تم تحصيلها. يحدثنا أن الصيام قهر لعدو الله، قهر لعدو الله الذي هو الشيطان. وذكرنا أن الشيطان يرتع في داخل النفس المشبعة، النفوس المدخنة. نحن ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليرى أنه كان يأكل ليسد الجوع، ليسكت كلب الجوع، وليس يأكل لأنه يشتهي أنماط الطعام. إذا تحول الطعام من كونه سداً لهذا الفراغ إلى كونه شهوة ولذة ومتعة، تحول في قصده عن أصل ما شرعه الله تبارك وتعالى له من إعانة على الطاعة إلى كونه غريزة، فتتحول النفس البشرية إلى نفس تنتهي. ما الفارق بينها حينئذ وبين الأنعام؟ لا شيء، كلاهما يأكل ليملأ بطنه، وليس له هدف سوى ذلك. الشيطان يأتي ليقلص هذه النزعة، الصيام
يأتي ليقلص هذه النزعة ويشعر الإنسان بنوع من الخضوع والسكينة والاطمئنان والهدوء والأريحية. فسبحان من هذا التشريع. يقول فصل في سنن الصوم: يستحب السحور وتأخير وتعجيل الفطر وأن يفطر على التمر. ده السطر الأولاني في الموضوع. لماذا شرع السحور مع أنه قد يكون ولو على شربة ماء؟ احنا عندنا بعدين مهمين جدا. البعد المعنوي، ان انا اكلت حاجه قبل ما انام، انا اكلت، فكلما طرأت لي فكره الجوع اقنع نفسي ذهنيا باني الايحاء الداخلي بتمحن، الايحاء النفسي انني اكلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. من اين اتت هذه البركه؟ وهنا يلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا الى ان هذه الوجبه الغذائيه المتكامله الفخمه التي تأكلها في الصباح، ثم إذا أتت الثانية عشر أو الثانية ظهرا وجدت نفسك جائعا، ثم تأكل مرة أخرى وجبة أكبر قليلا أو كثيرا، ثم بعد ذلك تأتي في المساء لترى نفسك تحتاج إلى أن تتناول الدنر. الله، إحنا كلنا ثلاث مرات في اليوم في وقت الصيام ترى نفسك تأكل قبل الفجر ولو قيمات ولو شربة ماء ولو تربة ولو تمرة ولو شربة لبن، ثم تستمر على هذه شربة اللبن أحيانا إلى أن يأتي ذلك المغرب حتى تكون كل هذه الساعات قد مرت ولا تحدثك نفسك بجوع. وإن حدثتك وجدت جوابا سريعا جدا من العقل: إني صائم ثم إني تناولت سحوري. كان سحور خفيف لكني تسحرت. فهناك بعد نفسي ومعنوي دائما تحرص الشريعة على أن تلبيه في داخل النفس البشرية. الإسلام لا يتعامل مع أحجار، وإنما يتعامل مع قلوب ومشاعر وأحاسيس، وجدان، عقل، تفكير، منطق حسي ومنطق معنوي. فيقول يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة عن فضائل السحور، ويأمر به: تسحروا فإن في السحور بركة، ليملأ هذا الجانب المعنوي قبل أن تكون الغير هي ملء البطن أو المعدة. يقول: وتأخير، لماذا يأتي تأخير السحور؟ لبعدين كما تعلمون، حفظ الله تعالى ما أودعكم من العلم. البعد الأول هو الاقتراب من وقت الفجر، فلا يثقل العبد بطعامه فينام عن فريضته، فنكون قد شغلنا بنافلة عن فريضة. وما ذلك شأن المؤمن أبدا، وإنما نتعلم فقه ترتيب الأولويات، فالأولوية في الفريضة ثم تتبعها النافلة. فإذا تسحرنا اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتلبية لنداء الجوع الموجود في داخل البطن البشرية، فإننا نجمع بين الخيرات، وهذا بعد آخر. يبقى عندي تعلمت ترتيب الأولويات، ثم تعلمت بعد ذلك الجمع بين الفضائل كلها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول: وتعجيل الفطر. أيضا البعد النفسي أراه موجود بشكل مباشر وواضح جدا يا مولانا الشيخ محمد. البعد النفسي في المسألة أنك قد يأتيك وازع من داخل النفس، لا أقول قد يأتيك الشيطان، وإنما وازع النفس الداخلي أنك مرهق ولا تستطيع تأدية العبادة ولا كذا. ولذلك في إطار الجمع بين الخيرات ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يقوم مسكت النداء الداخلي بالتمراية دي بشربة الله: لك صمت وعلى نسبك أفطرت، ثم نصلي المغرب. فيحصل هذا الارتواء الداخلي للمعدة وتستعد لتناول ما يأتي بعد ذلك، ثم نأتي لفطورنا كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت إلى الفطور، أطباءنا الكرام يحدثون بهذه الفوائد العظيمة وما يحدث في داخل المعدة إذا تناولت شيئا ثم فرغت نسبة ثم بدأت في طعامها إلى آخر ذلك، خاصة بعد فترات الجوع الطويلة خلال اليوم. يقول: ويستحب أن يفطر على التمر. بعض لما عجزنا بقى السكر والحاجات اللي جت دي، فقال لك التمر فيه كذا وكذا وكذا، فيعني المسألة في إطار سدده وقائمه، فمن كان ذلك له نفع فليفعله، ومن كان ذلك فيه أي أثر لا أقول فيه ضر بإذن الله تعالى لن يكون. ولكن اسمك إيه؟ محمود. الله، اسمك محمود ما شاء الله، اسمك جميل. فإن كان فيه نفع فهو خير وبركة،
وإن شاء الله لن يكون فيه ضر، ولكن إن كانت هناك المصلحة الأولى فليفطر على شيء آخر. يقول ويستحب الجود في رمضان، ويستحب الجود في رمضان. أنا بس متخيل إن في حد يعني أمور ميسورة الحمد لله لكنه بيحاولش يفكر، فكيف يفكر دي؟ فتخيل بس إن واحد كده عنده عربية حلوة وعنده جيب كامل وكامل كده، فيحط كل ما يجيله فكر يحطها، بعد شهرين ثلاثة يلاقي عنده فكر قد كده، مظبوط؟ فإحنا خلال اليوم كم وجبة وفرناها يا عبد الله؟ كم وجبة؟ وفرنا وجبتين على الأقل، يعني لو تناولنا السحور فعندنا غدا وعشاء، خلينا وفرنا وجبة، خلي دي فكر، حطها في جنب. ثمن الوجبة دي أنا حطيتها في جنب، ماذا فعلت بها؟ أطعمت بها غيري. فأولئك الذين لا يجدون لا الوجبة الأولى ولا الوجبة الثانية، أنا أعطيهم الوجبة اللي في الوسط اللي كنت هتغدى فيها، تفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يجود في رمضان كأنه الريح المرسلة، كان أجوأ، كان جوادا صلى الله عليه وسلم في الريح المرسلة. من طبيعة الريح المرسلة أنها تحمل كل شيء في وجهه، وبعدين توديه في بقى تحطه في جيبها، تحوشه، تعينه للمستقبل، تخلي شوية للعيال، تعملش كده خالص. الريح المرسلة تحمل كل شيء لتضعه حيث استقرت. فما لم يجد المسلم من يستحق أن يأخذ ما في يده يضع بين يديه كل ما عنده. لماذا؟ من أين أتت هذه الفلسفة في تشريع الإسلام؟ أتت هذه الفلسفة في قضية اليقين، أن الذي رزق بهذا يرزق بذلك، والذي أعطى الأول يعطى الثاني، والذي أخلف على من قبل يخلف عليه وسيخلف على من بعد، وأن الأمور لا تعد بالأرقام وإنما تعد بالآثار، وأن الطعام الذي لم يدخل بطني ما ينبغي أن يهدر وإنما ينبغي أن يدخل بطن غيره، وأن الطعام الذي يمكن أن يكفي لبطنين أو يشبعهما على الأقل لا ينبغي أن تمتلئ به بطن واحدة وتبقى البطن الأخرى جائعة. فلسفة التشريع عندما يعلمك كيف تصوم ولماذا تصوم. يقول ويستحب الجود في رمضان وفعل المعروف وكثرة الصدقة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول أدب، خلي بالك بعد كده يقول إيه، ويستحب دراسة القرآن. فلماذا يعني لو أني أخطر الكلمات أقول يستحب دراسة القرآن، وبعدين أفرع من دراسة القرآن الكريم كل هذه الأنواع من الخيرات، الجد والكرم وكذا وكذا. لكن لماذا قال الجد؟ لأن في سبحان الخلاق في رد فعل مباشر من قضية الصيام. أنت لمجرد أنك تلبس بالصيام بدأ عندك مرحلة التوفيق بشكل طبيعي. طبعا هذا يخالف ما يصنعه كثير منا من كثرة أنواع الطعام والتبذير في المأكولات والحلويات أشكال وأنواع والمائدة مليانة وتاخد منها لقمتين يا مسكين وتقوم تجري علشان تلحق تصلي إذا كنت هتقدر تصلي. وبقية هذا الطعام كله للأسف شديد في كثير من الأحوال يهدر. فلمجرد البدء في مرحلة الصيام بدأت مرحلة التوفير. وأين هذا يذهب؟ أين يذهب هذا التوفير؟ لا بد أن يكون له وعاء عند الفقراء يذهب إليه، الناس محتاجة في كل الأماكن، ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. ثم تأتي مرحلة دراسة القرآن الكريم لنتناول معها حديثا في غدنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يرضينا وإياكم، وأن يجبر خواطرنا جميعا. سلمكم الله دينكم ودنيا وعافية أو عافية قلوب وأبدان، وسلام الله عليكم ورحمة الله.